السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين على قناتكم إيطاليانو إبسلون دو لتعلم اللغة الإيطالية مع صديقكم ياسر. إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلاقة فأدعوك للإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس. في هذا الدرس سوف نقوم بتصريف فعل مهم جدا في اللغة الإيطالية وهو الفعل فاري. فاري سوف نقوم بتصريف هذا الفعل في الأزمنة الأكثر استخداما وسوف نستعمله في بعض الأمثلة. لكي لا أطيل عليكم لنبدأ الدرس على بركة الله. إذا قلنا درس اليوم الفعل فاري. هذا الفعل من أهم الأفعال التي يجب عليك تعلمه في اللغة الإيطالية لأنه لديه استخدامات كثيرة وأكثر من معنى. الفعل فاري يعني فعل يفعل أو فعل يقوم، كذلك يمكن أن نعني به فعل يصنع أو فعل ينجز. تقريبا كل المعاني التي ذكرناها مرادفة لبعض وفي نفس السياق. هذا هو الفعل فاري. سوف تتعود عليه كل ما تقدم مستواك في اللغة الإيطالية. أول شيء سوف نقوم به تصريف الفعل فاري في زمن الحاضر. إذن أنا أفعل أو أنا أقوم فاتشو. فاتشو فاتشو أنا أفعل. فاتشو أنت تفعل فاي. فاي فاي أنت تفعل فاي أو أنت تفعلين فاي. هو يفعل أو هي تفعل فا. فا فا هو يفعل أو هي تفعل، نفس التصريف فا. نحن نفعل فاتشامو. فاتشامو فاتشامو نحن نفعل. فاتشامو أنتم تفعلون فاتي. فاتي فاتي أنتم تفعلون فاتي. هم يفعلون فانو. فانو فانو هم يفعلون فانو. إذا نعيد فاتشو أنا أفعل، فاي أنت تفعل، فا هو يفعل أو هي تفعل، فاتشامو نحن نفعل، فاتي أنتم تفعلون، فانو هم يفعلون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل فاري في زمن الماضي في الباساتو بروسيمو. إذن أنا فعلت أو فاتو. أو فاتو أو فاتو أنا فعلت أو فاتو. أنت فعلت hai fatto. hai fatto hai fatto أنت فعلت. hai fatto هو فعل أو هي فعلت. ha fatto ha fatto ha
fatto. Ha fatto هو فعل أو هي فعلت. Ha fatto. نحن فعلنا. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. نحن فعلنا. Abbiamo fatto. أنتم فعلتم. Avete fatto. Avete fatto. Avete fatto. أنتم فعلتم. Avete fatto. هم فعلوا. Hanno fatto. Hanno fatto. Hanno fatto. هم فعلوا. Hanno fatto. نعيد. Ho fatto. أنا فعلت. Hai fatto. أنت فعلت. Ha fatto. هو فعل أو هي فعلت. Abbiamo fatto. نحن فعلنا. Avete fatto. أنتم فعلتم. Hanno fatto. هم فعلوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل fare في زمن المستقبل. إذن أنا سأفعل. Farò. 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 أنا سأفعل. Farò. أنت ستفعل. Farai. 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 أنت ستفعل أو أنت ستفعلين. Farai. هو سيفعل أو هي ستفعل. فراء. 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 هو سيفعل أو هي ستفعل. فراء. نحن سنفعل. فاريمو. 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 نحن سنفعل. فاريمو. أنتم ستفعلون. فاريتي. 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 أنتم ستفعلون. فاريتي. هم سيفعلون. فرانو. 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 هم سيفعلون. نعيد. فارو. أنا سأفعل. فراي. أنت ستفعل. فرا. هو سيفعل أو هي ستفعل. فاريمو. نحن سنفعل. فاريتي. أنتم ستفعلون. فرانو. هم سيفعلون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل fare في صيغة الأمر. يعني إذا أردنا أن نقول افعل بلغة الإيطالية فاي. 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 افعل. فاي. أما إذا أردنا أن نقول افعلوا بلغة الإيطالية فاتي. 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 افعلوا. فاتي. إذن فاي. افعل. فاتي. افعلوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل fare في صيغة النهي. يعني إذا أردنا أن نقول لا تفعل بلغة الإيطالية non fare.
non fare. Non fare. لا تفعل. Non fare. أما إذا أردنا أن نقول لا تفعلوا. Non fate. Non fate. Non fate. لا تفعلوا. إذن non fare لا تفعل. Non fate لا تفعلوا. لنرى الآن بعض الأمثلة نستخدم فيها الفعل fare. المثال الأول: faccio quello che voglio. Faccio quello che voglio. Faccio quello che voglio. أنا أفعل ما أريد. Faccio أنا أفعل. هنا صرفنا الفعل fare في زمن الحاضر. Faccio أنا أفعل. Quello che مع بعض تعني ما. Quello che voglio أنا أريد. Faccio quello che voglio أنا أفعل ما أريد. المثال الثاني: Ho fatto quello che volevo. Ho fatto quello che volevo. Ho fatto quello che volevo. أنا فعلت ما أردت. Ho fatto quello che volevo. هنا صرفنا الفعل fare في زمن الماضي في الباساتو بروسيمو. Ho fatto أنا فعلت. Quello che me. Volevo أنا أردت. Ho fatto quello che volevo. المثال الثالث: Farò quello che voglio. Farò quello che voglio. Farò quello che voglio. أنا سأفعل ما أريد. إذن هنا صرفنا الفعل fare في زمن المستقبل. Farò أنا سأفعل. Quello che me. Voglio أنا أريد. Farò quello che voglio. المثال التالي: Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. Fai quello che vuoi. افعل ما تريد. Fai. هنا صرفنا الفعل fare في صيغة الأمر. Fai. افعل. Quello che me. Vuoi أنت تريد. Fai quello che vuoi. افعل ما تريد. المثال التالي: Non fare quello che vuoi. Non fare quello che vuoi. لا تفعل ما تريد. Non fare quello che vuoi. Non fare quello che vuoi. هنا صرفنا الفعل fare في صيغة النهي. Non fare. لا تفعل. تمرين لكم ستجيبون عليه في التعليق. ترجم هذه العبارات من اللغة العربية إلى اللغة الإيطالية. هم يفعلون ما أقول. هم فعلوا ما قلت. هم سيفعلون ما أقول. علما وأن أنا أقول ديكو. أنا قلت ho detto. Dico أنا أقول. ho detto أنا قلت. إذن ترجم هذه الجملة باللغة الإيطالية. إلى هنا نكون قد انهينا درس اليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.